أنا أعيش تخبيب أهل زوجي لزوجي، يعني يبدو أم الزوج أو أبو الزوج، ما أدري عاد الأهل منه تقصد، الأم، الأخت، الخالة، العمة، الله أعلم. يبدو هالعائلة شغالين على الزوج ويكلمون لدرجة أن هذا الرجل تغير وصار يظلم زوجته بسبب كلامه هلا. فهي تسأل هذا تخبيب ولا لا؟ الجواب نعم تخبيب أكيد، لأن قاعد يفسدون العلاقة بين الزوج وزوجته. فإذا هذه كلها أمثلة، ولذلك شوفوا معي إحنا التخبيب عندنا ثلاث أنواع. التخبيب ممكن يكون بالكلام، والتخبيب ممكن يكون بالفعل، والتخبيب ممكن يكون بالإيحاء. كيف يكون بالكلام؟ يكون مباشر، مثل المثال اللي ضربته أختنا، اتي الأم ولا هي الأبو ولا الصديق ولا الزميل ولا خالة عمة، ها، ويتكلم مع الرجل مباشرة أو يتكلم مع المرأة مباشرة ويبين لها عيوب ونقاط ضعف، ويعني في الطرف الثاني لما تكرهها ويفسد العلاقة بين الطرفين. هذا كلام مباشر. طيب هل هذا بالكلام ممكن فعل؟ نعم ممكن فعل. شلون فعل؟ الفعل ممكن يكون تجسس، يعني أي شخص ثالث يتجسس على أحد الزوجين، يطلع معلومة يعطيها لزوج من الأزواج يفسد العلاقة بين الطرفين. هذا تخبيب، يتسمع ينقل معلومة. أي طيب هذا بالفعل صار. وممكن إيحاء. كيف الإيحاء؟ ممكن النظرات تكون تخبيب، ممكن بوست يتم نشره في شبكات التواصل الاجتماعي، ممكن فيديو، ممكن رسالة، يقعد يشتغل على المرأة متزوجة وشغال عليها بالواتساب، يصبح عليها ويمسي عليها وقلوب حب وكلام عاطفي. لما المرأة تغيرت 180 درجة، وأنا عندي قضايا كثيرة من هذا النوع، تبدأ زمالة عمل ولا مشتركين في مشروع ولا غيره، وبعدين يبدأ الكلام يتغير ويصير حب ويصير جنس ويصير، وبعدين تبدأ المشاكل وتبدأ الأسرار إلى أن يتحول إلى تخبيب. فإذا التخبيب قد يكون كلام أو يكون فعل أو يكون إيحاء.